السلام عليكم، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرياضية على اليوتيوب. جئت لك اليوم لكي أطلعك وأخبرك عما يحدث في الساحة المستديرة من أخبار وتفاصيل هي الأهم. سنتحدث في هذه الحلقة عن أخبار الدراويش من كثرة اللقاءات والأحداث. سنتحدث عن أخبار كثيرة ولقاءات هامة، وطلعت النهاردة ليك بدري عشان أعرفك اللقاءات ومواعيد اللقاءات والأخبار الهامة. معلش النهاردة استثنائي، طالع بدري عشان في مباريات قبل الفطار، فقلت اطلع النهاردة واعرفك عشان محبي ومتابعي البريمير ليج ومحبي ومتابعي الكونفدرالية الافريقية تكون عارف مواعيد اللقاءات. فالنهاردة استثنائي، طالع بدري عشان خاطر الجمهور، عشان كنتوا مش عشان انا، ده بالنسبة لمحبي وعاشقي دراويش الكرة المصرية ومحبي وعاشقي الكرة المصرية عامة والبريمير ليج والكونفدرالية الافريقية والكثير والكثير يا صديقي. ولكن بشرب منك كتير، عايزك تنتظر معايا لاخر حلقه عشان معانا اخبار هي الاهم. واشتراك واللايك والسبسكرايب هم اللي هيدعموا هذا القناه، وبنتظر تعليقاتك الجميله اللي بحبها منك. وقبل ما نقول صلى على رسوله على اله وصحبه وسلم، وننطلق في حلقه هي الاهم عما يحدث داخل جدران النادي الاسماعيلي ودرويش الكره المصريه من اخبار وتفاصيل هي الاهم. وايضا سنتحدث عن لقاءات اليوم والكثير مما حدث في الكره المصريه. البداية ستكون من قلعة وكيان درويش مصر ودرويش العرب. طبعا الإسماعيلي يستعد لمباراة سموحة للتدريب مساء في 9:30 يوميا، استعدادا لمباراة سموحة، وعاد محمد حسن للتدريب الجماعي، ولكن بنسبة كبيرة سيغيب كل من عبد الرحمن الداح وعلي الملواني بسبب إصابات عضلية. ده بالنسبة لثنائي الإسماعيلي اللي ممكن يغيبوا عن مباراة سموحة بسبب الإصابات العضلية. طبعا بعد اجتماع مع الكابتن ايهاب جلال ومسؤول الاسماعيلي، ايضا تجديد من الكابتن ايهاب جلال ومعانده من الكابتن ايهاب جلال باستبعاد كل من كريم عرفات واحمد محسن وباسم مرسي ومحمد هاشم من التدريب مع الفريق الاول الاسماعيلي، والتدريب منفرد او مع شباب الاسماعيلي. ده بالنسبه للرباعي. احنا مش عارفين اخر العند ايه يعني، هو العند انت بتعاند مع الجمهور، انت بتعاند مع نفسك. ركز عشان انت خلاص بتنهي مسيرتك. انت كنت مقصة اسماعيلي بيراميدز منتخب مصر، بعد كده رجعت اسماعيلي، انت يعني بتنهي احلامك، بتنهي مسيرتك التدريبية. فركز عشان انت لا تعمل اسم، انت بتسطر اسم لنفسك، ما تخليش لاعب هو اللي يسطر اسم. انت هتبقى بعد كده وكيل لعيبة، ما احنا عايزين نعرف هتبقى ايه بعد كده. ده بالنسبة للكابتن ايهاب جلال. فيا ريت تتراجع بسرعه عن هذه الافكار السيئه او السلبيه. تمام، ده بالنسبه للرباعي الاسماعيلي حتى الان مستبعدين او عند الكابتن ايهاب جلال لا يريد عودتهم الى التدريب مع الفريق الاول. طبعا كان في هجوم الفتره اللي فاتت من السوشيال ميديا ومن بعض المتربصين للاسماعيلي على مواقع التواصل الاجتماعي ب تعاقد الاهلي مع اياد العسقلان، وانا طلعت قبل كده، انت والله العظيم لو مركز معايا ومتابعني ومشترك عندي وبتوصل لك الاشعارات بتاعتي ومفعل الجرس وبتوصل لك الاشعارات اول باول، اقسم بالله لا هتتابعني وهتعرف ما يدور داخل جدران الاسماعيلي بحياديه وبما يرضي الله، لاني انا ما بحب الشغل الحرق، شغل الترندات. انت كده مش ترند، انت كده بتموت فريق كبير اسمه فريق وكيان درويش مصر ودرويش العرب، بتهد كيان كبير. انت مش ترند ايا كنت بتشجع اي فريق. احنا هنا انا ما بطلعش هاجم اي فريق، يعني انت شفتني هاجمت الزمالك، هاجمت الاهلي، هاجمت المصري، هاجمت بتاع، ما هاجمتش اي حد يا صديقي. بالعكس، احنا انا من هنا بدعم كل الانديه الشعبيه والجماهيريه. ولكن على السوشيال ميديا اياد العسقلان مضى للاهلي، اياد العسقلان خلاص في الاتفاق مع الاهلي، مش الكلام مش طبيعي. طلع النهارده اياد العسقلان في بوست للاعب اياد العسقلان بيقول لك عن مفاوضات الاهلي لا تعليق ولن العب في مصر الا للاسماعيلي. ده كلام اياد العسقلان، نهى الكلام وقفل الكلام كله. وارجع لحلقاتي هتلاقي ان انا قلت لك وحطيت لك دخلت على الصفحه الشخصيه بتاعت والد اللاعب اياد العسقلان وقال لك احنا اسماعيلاوية ابا عن جدا واحنا نعشق كيان الدراويش ولن نلعب لاي فريق اخر في مصر الا الاسماعيلي، وكل اللي بيحدث على السوشيال ميديا كل ده تهترات وكلام فاضي. ده بالنسبه لوالد اياد العسقلان. واللاعب النهارده طلع ناحى الكلام، هو شاف الدنيا مولعه
والضغط من كل حته، بقى طلع قطم الكلام بالنسبه لموضوع قال لك انا مش هلعب في اي نادي في مصر الا الاسماعيلي، وقفل الموضوع. طبعا في هجوم حاد من الكبلايه، الكبلايه اللي هي بتظبط الدنيا للناس وبتهد الدنيا للناس، الكبلايه اللي هي انا حطيت لك على الصوره الغلاف بتاعت الحلقه اللي فاتت علامه اكس على الكبلايه، اعمل ايه تاني؟ اعملها ظلام؟ اقفلها خالص عليهم اقفال؟ مش عارف. الكبلايه تعاند الاسماعيلي وتلزم الاسماعيلي بدفع مليون و250 الف دولار لنادي النجوم بسبب مشكله قضيه ابراهيم حسن. انت كده لك الله يا ابو الحسن بصراحه، عندك مشكله شواط، ده انا جاي لك لسه، عندك مشكله ابراهيم حسن، عندك مشكله لسه فلوس خالد النبروسي ما خدش اخد جزء منها لسه الباقي، حلو، واللاعب متواجد وبيتدرب وكل حاجه ولكن دي فلوس، وعندك الشواط والزمول وعندك ابراهيم حسن ولسه البقيه تاتي، لسه عندك بن خماسه وشون مورد وكارميلو ومش عارف ايه يا عم. امال انتوا يا جبلاء كنتوا فين لما الكومي كان ماسك؟ ندق الى وزير الشباب والرياضه، اين الكومي مما حدث في الاسماعيلي؟ انتوا فين؟ ده بالنسبه لما حدث في الاسماعيلي في المجموعه او الناس اللي كانت متواجده قبل نصر ابو الحسن، اعضاء مجلس الاداره اللي كانوا متواجدين، رئيس نادي الاسماعيلي السابق، الناس دي كانت فين؟ المحافظ فين مما يحدث في الاسماعيلي؟ ده بالنسبه لي الجبلية بتضغط على الاسماعيلي، تقول لك لازم تدفع فلوس ابراهيم حسن، ولازم تدفع فلوس الشواط، ولازم تدفع فلوس مش عارف مين، ولازم، اما الفلوس كهرباء قعدت سنتين وثلاث سنين ليه الاحكام دايره والورق بيتعام في المكاتب وما بيظهرش، ورق الاسماعيلي بس اللي بيطلع، ايه؟ يا عم ده لا لا دول واخدين فلوس من ليبيا، لا ازاي يبقى الاسماعيلي معاه فلوس ويشتري لعيبه حلوه؟ لا نهد الاسماعيلي، نموت الاسماعيلي، ندوس على الاسماعيلي. هو الاسماعيلي عامل لكم ايه؟ احنا تعبنا ومش هنسكت، انا هنا عشان اهاجم اي حد، عشان كده بطلب من كل عاشق وكل محب لدراويش الكره المصريه يشير الفيديو، اي حد يخش عنده اشترك، عايزين نكتر وعايزين نعرف الناس احنا قد ايه وكم حجم هو جمهور دراويش عن طريق قناه، عشان نعرف المنافسين ان احنا نقدر صوتنا يوصل لاي حد مهما كان هو مين. فانا مش طالب منك يا صديقي فلوس، انا طالب منك ان انت تكبر عشان نكبر بس. ده بالنسبه لان انا مش هسكت على حق الاسماعيلي ومش هسكت لمن هو ضد الكيان. طبعا الاسماعيلي يبحث عن مخرج لقسط الزموري، ده بالنسبه، شوف انا قلت لك يا غريب، حمزه الجمل يتهم رئيس الاسماعيلي بالتعمد عدم صرف مستحقاته الماليه. ها؟ ايه رايك؟ كله يا باشا داخل كله عايز ضرب مفيش شتيمه، كله ضرب يا باشا. الاسماعيلي ازاي يفوق؟ ليه يفوق اساسا؟ فلازم نديله. وانا مش هسكت. ده بالنسبه طبعا الحمد لله ان الكابتن ايهاب جلال ومسؤول الاسماعيلي واعيين وسحبوا الموبايلات من اللعيبه عشان يخلوا اللعيبه ذهنها صافي للملعب فقط لا غير، وده اهم حاجه. ده بالنسبه انا بقى في حاجه الناس او مسؤول الاسماعيلي بتقع منهم، فيمكن انا صوتي يوصل لهم وباذن المولى عز وجل يوصل لهم. احمد حجازي اللي راح لعب في اكتر من نادي، هو احنا مش مفروض لينا حق رعايه من اللاعب او من اي نادي؟ انا عايز اقول لك ان المقاولون العرب حتى الان بياخذ حق رعايه من كل من ليفربول وارسنال، ليفربول محمد صلاح ومحمد النني من ارسنال، والرعايه لن تنتهي شغال، لان هو من ربى هذا اللاعب وهو من نشا هذا اللاعب. ف كل تجديد وكل صفقات وكل 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 النادي المقاولون العرب خزنته بتنتعش. ف انت دلوقتي اتحاد جده اللي بيلعب فيه اللاعب المفروض يديك حق رعايه، اللاعب لعب في اكتر من نادي المفروض يديك حق رعايه، الاهلي لما اخده منك المفروض كان يديك حق رعايه، مش هنبقى ايه برضه روسيبا الروسي اللاعب الروسي او النادي الروسي اسف
المفروض ان احنا ناخد حق رعايه من اللاعب في حق، المفروض ان الحاجات دي تبقى في بنود، المفروض يبقى عندك محامي شاطر يعرف ازاي يعمل البنود دي ويعمل الاتفاقيات دي بينه وبين اي نادي هيشتري اي لاعب من عندك. ابراهام مجدي لو مشي المفروض تعمل برضه حق رعايه، لانك انت من كبرت هذا اللاعب، اللاعب بقاله اكتر من عندك من 8 سنين يعني اللاعب، انت اللعيبه دي انت اللي عاملها وانت اللي صنعتها، فاعمل بند حق رعايه في كل عقد من العقود دي. المحامي بتاع النادي نايم في البطيخ ولا انا مش فاهم؟ فركزوا شويه في الحاجات دي، الحاجات دي تدخل لك ملايين للنادي، تفوق لك خزينه النادي. ده بالنسبه طبعا انا اتكلمت في حلقات قبل كده، وارجع لحلقات قبل كده اتكلمت على موضوع اي لاعب بيمشي للاسماعيلي بيجي مش فورمه، الاسماعيلي بيخليه فورمه فبيمشي فري. واتكلمت على موضوع صالح جمعه، وصالح جمعه قلت لك صالح جمعه من احسن لعيبه خط النص في مصر، وارجع للحلقه يا صديقي وانت تعرف ان انا قلت ايه. ده بالنسبه لصالح جمعه. تمام، صالح جمعه تعالج اتأهل اتظبط عندك، وبعد كده خد بعضه واتكل على الله، راح متألق في الدوري العراقي وبيصنع وبيحرز أهداف، وبالفعل المنتخب العراقي ينوي إعطاء الجنسية العراقية لصالح جمعة، حيث إنه بص بقى عشان تعرف بس إن هما إزاي بيفهموا كورة، هما بيفهموا كورة أحسن مننا، مع إن أنت المفروض إن الدوري بتاعك أكبر من الدوري العراقي، ولكن هما عندهم وعي وعندهم فهم. حيث ان اللاعب صالح جمعه لن يلعب لمنتخب بلده لاكثر من 3 اعوام، ها من حق اللاعب ان يلعب لاي منتخب اخر اذا لم يلعب لمنتخب بلده. فهو اللاعب مش هيلعب في الدوري المصري، وبقاله 3 سنين على التوالي لن يلعب في الدوري المصري، او يلعب في قصدي اسف المنتخب الوطني المصري، فاحنا هنديله البتاع ومن حقه انه يلعب لاي منتخب وطني. زي كده الشعراوي، ستيفان الشعراوي اللي بيلعب في ايطاليا معاه جنسيتين، الجنسيه المصريه والجنسيه الايطاليه، ولكن هو اختار لانه لن يلعب في المنتخب الوطني المصري، وهو بيلعب دلوقتي حاليا لمنتخب ايطاليا. ده بالنسبه لستيفان الشعراوي. طبعا حسام حسن كان في مين ومين محمد صلاح مشكله، واتكلمت في الحلقات اللي فاتت عن مشكله صلاح وحسام حسن. ف خلال ايام سوف يطير حسام حسن الى انجلترا لانهاء ازمه محمد صلاح وانهاء سوء التفاهم، والدنيا تتظبط عشان هو محتاجه الفتره الجايه، لان محمد صلاح قلت لك في الحلقات اللي قبل كده ان هو الكريزه بتاعت المنتخب. ده بالنسبه لصلاح، وصلاح النهارده عنده مواجهه قويه امام برايتون. تعالى بقى عشان نتكلم، وهاخدك كده بدقيقتين سريعا قبل ما انهي الحلقه عن المواجهات اليوم وعن لقاءات اليوم الساخنه. طبعا النهارده في لقاءات هامه في البريمير ليج، في لقاء في 3 عصرا، وقبل الفطار عايزك كده تجيب الموبايل وتقعد كده يا باشا بس من غير كوبايه الشاي، احنا صايمين بقى من البواصل اللي احنا بنعمله، و تجيب تتفرج على مباراة ليفربول وبرايتون، مباراة هامة، مباراة لا تقبل القسمة على 2، ورقم تاريخي ينتظر صلاح أمام برايتون، مباراة هامة جدا لصلاح، لأن زي ما قلت لك ترتيب البريمير ليج ترتيب غير طبيعي. في صدارة البريمير ليج أرسنال بعد 28 لقاء برصيد 64 نقطة، يليه ليفربول من 28 لقاء 64 نقطة، يليه مانشستر سيتي من 28 لقاء 63 نقطة. مواجهات لا تقبل القسمة على 2، ومواجهات هي الأقوى والأكثر سخونة في هذا اليوم. طبعا في 3 عصرا ليفربول سيواجه برايتون في مباراة هامة جدا، والفرعون المصري ينتظر رقم قياسي جديد في هذا اللقاء. وأيضا في 5:30 وقبل الفطار بنص ساعة سيواجه مانشستر سيتي ارسنال في مواجهه هامه جدا وناريه، فعايزك تركز وعايزك تتفرج النهارده وانت بتفطر على لقاء ناري بين مانشستر سيتي وارسنال، مباراه ستكون ناريه. وفي المساء والسهر وفي بعد الفطار عايزك تروق الدنيا بقى وتقعد تجيب كوبايه الشاي وتروق حالك وتقعد تنتظر مباراه هي الاهم في الكونفدراليه الافريقيه بين الزمالك المصري وفيوتشر المصري، مباراه هامه لا تقبل القسمه على 2، مباراه ستكون
هي أكون أو لا أكون بالنسبة للفريقين. وفي نفس التوقيت سيلعب أبو سليمة مع نهضة بركان في التاسعة أيضا لإخواتنا وحبايبنا المغاربة والليبيين. وفي التاسعة أيضا لعاشقي الدوري الأسباني سيواجه الملكي ريال مدريد أتلتيكو بالباو في مباراة هامة لعاشقي ومحبي الدوري الأسباني الليجا الأسبانية. ده بالنسبة لمباريات اليوم ودي أخبار اليوم. أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان يوصل معايا لآخر الحلقة، لا تنسى إن إحنا عندنا مهمة وعايزين نوصل عشان نعرف لكل الناس وبالذات بتوع الجبلاية إن إحنا مش قليلين، إن إحنا كتير. فشاير يا صديقي الفيديو، أي حد من صحابك انشر الفيديو وتداول معاه واعرف الدنيا وابعتوا لي التعليقات وأنا هرد عليكم وهعرفكم الدنيا فيها إيه، وأي حاجة هتحدث أنا هطلع وأتكلم. ولكن إحنا هنا من أجل كيان اسمه كيان درويش مصر ودرويش العرب، ولن نسمح لأي حد يهاجم الإسماعيلي ويهاجم أي نادي وأي كيان كبير. مش طالب منك كتير، فضلا ولسه امر الاشتراك واللايك والسبسكرايب هم الادعام هذه القناه، ولن تكبر هذه القناه الا بدونك. وما اقدرش غير اقول لك يا صديقي يوم سعيد، السلام عليكم.